كشف عن معلومات في غاية الخطورة، وأنه تلقى عروضاً خيالية للنيل من الفنانين والادعاء عليهم بأشياء لم تحدث. تعرض لموجة قوية من جمهور مطرب مشهور، ولكنه برر ما يفعله بسبب غريب. بطل القصة هو الشاب أدار محمود، الخبير الفني في برامج الذكاء الاصطناعي، والذي كشف عن مفاجأة غير متوقعة حينما أعلن رفضه طلب فنانة سورية لنسخ صوت زميلة لها. وحسب كلام الشاب، فإن الفنانة حاولت بشتى السبل أن تنفذ مخططها للنيل من النجمة نسرين طافش، ولاحقته في أكثر من مكان فور علمها بموهبته وقدرته على توظيف الذكاء الاصطناعي في خلق مقاطع وأصوات وهمية. سرد تفاصيل الواقعة بأن الفنانة اتصلت به وطلبت منه أن ينسخ صوت النجمة وهي تقول ألفاظ وكلمات لم تنطق بها، وأرسلت إليه قائمة بالمفردات التي سيقوم بتركيبها على صوت مقطع فيديو يحمل صوت الفنانة. والمثير في الأمر أنها طلبت منه تركيب بكلمات غير أخلاقية، في حال تمريرها قد تعصف بمصير نسرين طافش المهني. لقد ألحت في الطلب عليه بأن يسيء إلى النجمة بأي شكل من الأشكال مقابل حصوله على ما يطلبه من المال. تلك الفنانة بررت هذا الأمر لخلافات بينها وبين طافش، وأكدت أنها تسعى للقصاص منها، وحاولت أن تبعث له برسائل طمأنة أنه لن يعلم ما أحد بالقصة وأنه سيحصل على مبلغ ضخم من المال. ورغم تكرار المحاولات باستماتة من الفنانة، ولكن الشاب لم يضعف ورفض كل العروض، وتحفظ عن البوح باسم الفنانة والمبلغ المالي الذي عرضته مقابل أن يقوم بفعلته، مكتفيا بالتلميح إلى أنه مبلغ ضخم. ليس هذا فحسب، ولكنه ربط بين تلك الواقعة وفيديو للفنان السوري أحمد رافع الذي أثار جدلاً مؤخراً، وقال إنه ليس مشغولاً بالذكاء الاصطناعي، وأن أي خبير بالتكنولوجيا يستطيع معرفة الأمر. ويبدو أن حكاياته مع الفنانين لا تنتهي، فقد تلقى توعدات من جمهور الفنان جورج وسوف بسبب وضع صوت الفنان على أغنيات لم تعجبهم، واعتبروها تقليد من قيمة نجمهم المفضل. وبعد حالة الجدل والسجال حوله، حاول تبرير موقفه بأنه لا يهدف لخلق أي مشاكل بين الجمهور أو الفنانين، وإنما يسعى لتعظيم الاستفادة من علمها وموهبته بزيادة انتشار الأغنية بأصوات آخرين. واعتبر الأمر أن هدفه تشجيع الناس لسماع الأغنيات الخالدة والجميلة بأصوات مختلفة من خلال المحاكاة لا أكثر. وبعد التصريحات التي أطلقها، أصبح محط اهتمام فنانين كثر حاولوا التواصل معه لمعرفة إذا لديهم أمور تخصهم بعد واقعة الفنانة نسرين طافش. فهل يمتلك المبرمج في جعبته ما يخفيه عن الجمهور قد يبوح به مستقبلا؟ وما هو رد فعل الفنانة التي لوح بها على العلن؟ وهل ستدخل معه في أزمة؟ وكيف سيكون رد فعلها تجاه الشاب الذي كشف سرها على الملأ؟